أكيد في خبر كمان كتير تحمسوا له الناس وهو خبر الفيلم الجديد لأحمد عز وهو الممر واللي كمان بيرجع فيه بيجتمع مرة تانية مع هند صبري من بعد ما اجتمعوا مع بعض من 17 سنة من وقت فيلم مذكرات مراهقة وهذا الفيلم هو بيشكل عودتهم لأنه من وقتها لهلأ ما التقوا بس هم رجعوا التقوا خلال الإجازة بالساحل الشمالي بالتزامن مع هالأخبار لكن في كلام هلأ يقال أنه هند بعد ما أخذت القرار وبعد مستني السيناريو وفي كمان حكي بيقول أنه طلبت أجر عالي هل الشيء صحيح؟ لا هاي الأخبار أبدا مصحيحة أنا بأكد أنه هند مضت على العقد لكنها حتكون ضيفة شرف بهذا الفيلم هي قبلت الدور تقديرا أحمد وللمخرج شريف عرفة لأنه شافت أنه قصة الفيلم بتحكي عن فترة كتير مهمة بتاريخ مصر وهي ما بين فترة 67 والـ73 وعم تحكي فيها عن حال السيدات بالمجتمع بوقتها أنا كتير تحمست أنه أحضر الفيلم